دلوقتي كل البنات بتعاني من مشاكل كتيرة جدا لما بتروح تشتري الهدوم اللي هي بتحبها. اولا مش بتلاقي المقاس بتاعها، او مش بتلاقي الستايل بتاعها، او ما بتلاقيش كتير الالوان او الشكل اللي هي كانت بتحلم بيه. معانا بقى هنتعلم ازاي ناخد مقاساتنا، وازاي نعمل الموديلات اللي بنحبها، وازاي نطلع كل الاشكال اللي احنا بنحلم بيها. اول حاجة بناخدها هو مقاس الصدر. بنبدأ نلف المزورة من ورا لقدام، وبنقف في نص الجسم بالظبط، ولازم المزورة تبقى على حدود الجسم من عند الصدر بالظبط بالشكل ده، وبنقف في نص الجسم بالظبط من غير ما نحط اي زيادات، يدوب بنبقى ماسكين المزورة من قدام بس. تمام. بعد كده بناخد مقاس الوسط برضو بنفس الطريقة، بنلف المزورة داير ما يدور حوالين الوسط من غير اي زيادات، على قد الجسم بالظبط. اهم حاجة عندي وانا بقيس محيط الوسط اني من الظهر من ورا ما كنش مسقطة المزورة في الحتة دي او رفعاها على الظهر من فوق، تبقى في نص الجسم بالظبط. بنلف المزورة داير ما يدور على بروز الجسم كلها، وبنقف برضو في النص تقريبا. التلات اطوال اللي بيبقوا موجودين عندي بيتاخدوا ازاي؟ اول حاجة بناخد طول الامام من بداية نص الكتف لغاية الوسط بالظبط، دايما بيطلع طول الامام عندي اكبر من طول الخلف تقريبا من 2 ل 4 سنتي، وده في حالة الاجسام الصغيرة بيبقى الفرق ما بينهم 2 سنتي، وفي حالة الاجسام الكبيرة بيبقى الفرق 4 سنتي. طول الخلف بناخده برضو من نفس المكان من نص الكتف لغاية اخر حتة في الوسط عندي بس من الظهر. بنقيس ازاي عرض الكتف؟ من عند بداية الكتف اليمين او الشمال، بعد كده بنعدي على اول فقرة في الظهر لغاية نهاية الكتف الناحية التانية، بيديني رقم بيبقى اكبر دايما من عرض الظهر، لان عرض الظهر دايما عندنا الظهر بيبقى عريض من فوق ونازل على رفيع في اتجاه الوسط. دايما عندي اعلى حتة واكبر حتة عندي في الظهر هي عرض الكتف، واقل حتة عندي هي عرض الظهر. عرض الظهر بنبدأ نقيسه من بعد الكتف بستة او سبعة سنتي، ونبدأ نحط المزورة بالعرض عليه. بكده بنكون قدرنا ناخد كل مقاسات الجسم اللي بتخلينا نقدر نطلع موديلات كتير. استنونا في مرات تانية عشان نتعلم فيها أسرار جديدة عن التفصيل والباترون.